مدى توافق قانون الرياضة المصري مع اللوائح الدولية؟ مع اللوائح الدولية. قانون الرياضة المصري متوافق ده سؤال تمهيدا للسؤال بعده؟ باين عليه كده يعني. قانون الرياضة المصري متوافق 100% مع اللوائح الدولية، 100% مع المعايير الدولية، 100% مع الميثاق الأولمبي، 1000% مع الدستور المصري اللي حط في مادته 84 لأول مرة مادة مختصة بالرياضة. الالتزام بالمعايير الدولية كان من وجهة النظر القانونية أو من وجهة نظر فض المنازعات أو من وجهة نظر الأمور الأخرى. والقانون الرياضة، قانون الرياضة بعد ما صدر بعد في مراحله الاولى قبل ما يصدق عليه فخامه الرئيس، راح للجنه الاولمبيه الدوليه، واللجنه الاولمبيه الدوليه قريته سطر سطر وكلمه كلمه وصدقت على قانون الرياضه لان هو مطابق لكل المعايير الدوليه وكل المواثيق الميثاق الاولمبي. رجع اعتمد من معالي الوزير ونشر في الجريده من فخامه الرئيس انا اسف ونشر في الجريده الرسميه ونشوف كده اسمها وعمل بيه من ساعتها لغاية النهاردة. لا يستطيع أحد داخليا أو خارجيا أو لجنة أولمبية دولية أو اتحادات دولية تقدر تقول عكس الكلام ده كده، ولو كان في حد يقدر يقول عكس الكلام ده كده، عكس كلام إن هي مخالف لأي من هذه المعايير فليتقدم، لأن الحمد لله ما تقدمش، بل بالعكس تقدموا لشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير اللي حط مصر في مصافي أعلى الدول، أعلى الدول من ناحية الديمقراطية ومن ناحية استقلالية الرياضة ومن ناحية عدم التدخل الحكومي. لا هنلف ولا هندور في الموضوع ده، أنا أنت عارف أنا راجل دغري. حضرتك القانون المصري اللي احنا قلنا عليه كل اللي قلناه ده بيقول تدعى الجمعيات العمومية بحد أقصى لغاية 31/10. اتحاد الكرة لم يدعو لغاية 31/10 لأن ما كانش يقدر يدعو إلا لما ينتهي نشاط الكرة اللي هو بناء عليه، لأن بيسبق الدعوة تصنيف الهيئات اللي لها من حقها حضور الجمعيات العمومية. فما فيش النهاردة انتخابات بلا جمعية عمومية، وما فيش جمعية عمومية تدعى مخالفة للقانون. أفندم المفروض تبقى امتى الانتخابات؟ الجمعية العمومية بعد في السنة الجاية بعد اولمبياد طوكيو زي بقية الاتحادات التانية. فده اللي حاصل، لازم احنا نقوله، لازم نقول ان في اي حاله من الاحوال اذا تمت مخالفه الكلام ده، اول طعن هيطعن في مركز التسويه والتحكيم. المستشارين او القضاه اللي بيراجعوا الكلام ده اول حاجه بيرجعوا لها ايه؟ القانون المصري واللوائح. هيلاقوا القانون المصري واللوائح مخالفه للواقع في الانتخابات اذا حدثت، وده مش هيبقى مظبوط. فخلاص هيبقى الدنيا هيبطل الكلام ده في دقيقه.